Bonsoir mes amis, bonsoir mes élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Akbar koui, talbat ou talbat sana wal amma, habaybi, ya rab koukounou bkhir. Maakou monsieur Mohamed Al-Gouari, wala vidéohatna, fmadat al-lugal français, li saf et thalith al-sanawi. Inch'Allah, biznillah, koum maakou, ala modar il-aim, wa haddim loukou muhtawa mmadat al-lugal français, inch'Allah, biznillah, yinoul aagabkou, ou yinoul ridakou, inch'Allah, bittawfiq li gamia. هنبتدي طبعا اولى محاضراتنا يا جماعه بعمل ريفيزيو جينيرال سور لو كونتينو دو بريمير و دوزيام اني سيكوندير. هقدم لكم اول حاجه في اولى محاضراتنا مراجعه لاهم اساسيات اللغه الفرنسيه اللي هتفرق معانا كلنا في ثالثه ثانوي. طبعا يا جماعه الاكزامان بتاعنا امتحان تراكمي مرتبط باولى وثانيه وثالثه وليس ثالثه ثانوي بس. عشان تكون انت حد ستار في الفرنسي، فرنسي مادة سهلة ومضمونة وبسيطة، لكن برضو زي أي مادة محتاجة اهتمام، محتاجة مذاكرة، محتاجة تنظيم. علينا 40 درجة أو لينا 40 درجة في المادة بتاعتنا إن شاء الله، كلنا نحصل على الدرجة النهائية أو النوت فينال بإذن الله. عشان تقدر توصل للمستوى اللي أنت حابه في اللغة الفرنسية لازم تراجع كويس جدا منهج أولى وتانية ثانوي. وعشان كده أنا بدأت منهجي معاكو بعمل ريفيزيو جينيرال سور تو لي غرامير اي تو لي فوكابولير لي سيتياسيون لي ايميل وكمان لي سوجي. اللغه الفرنسيه بتعتمد اعتماد كلي على الفوكابولير الكلمات. عشان تقدر توصل لمستوى كويس جدا يرضيك في اللغه الفرنسيه لازم يكون عندك حصيله لغويه كويسه جدا. وعشان كده بنصح كل طلابي بعمل ريفيزيو جينيرال سور لو فوكابولير دو لونغ فرانسيز، عمل مراجعه شامله على اهم الكلمات اللي مرتبطه بينا في منهجنا السنه دي ان شاء الله. اول حاجه هبتدي معاكم اللي هي الفوكابولير. طبعا الريفيزيو بتاعتنا هتكون على مدار ثلاث محاضرات، النهارده المحاضره الاولى منها. ان شاء الله تابعوا معايا اول باول الفيديوهات اللي هنزلها، وان شاء الله باذن الله تكونوا كلكم موفقين. واي حد ان شاء الله هيحتاج اي كومنت او اي كيستيون هيبعت لي على الواتساب الخاص بينا، ان شاء الله يكون الاجابه عنده في نفس اللحظه. هراجع معاكم الفوكابولير، هراجع معاكم الكومبرهنسيون وكمان السيتياسيون المواقف، طبعا الجرامير وميل وسوجي والاكزام. طبعا احنا حتى الان بنشتغل على نفس فكرتنا القديمه اللي هي الميل والسوجي. طبعا بالنسبه للامتحان بتاعنا هيبقى فيه مستويات عليا من التفكير. الامتحان يا جماعه طبعا في اللغه سواء اللغه الانجليزيه او الفرنسيه او العربيه محتاجه مننا اهتمام بالتاسيس، لان الامتحان بتاعنا لا يخلو من 40% من اساسيات اولى وثانيه ثانوي وقرابه 60% من ثالثه بس. فاحنا ما ينفعش ان احنا نذاكر ثالثه بس لكن الفرنسي كله كتله واحده او بيعتبر واحده واحده. اول حاجه يلا بينا نشوف الفوكابولير. هنقسم الفوكابولير كل ليسون عندنا او كل مره نتقابل فيها هناخد جزء من الفوكابولير ونذاكرها لحين المره اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا الفوكابولير. طبعا بادئ معاكم الفوكابولير يا جماعه بحاجه سامبل جدا اللي هي لي سالوتاسيون، ازاي ترحب بحد. كلمات بس بسيطه جدا بالنسبه لنا كلنا. اول حاجه بونجور، بونسوار، او ريفوار، ا بيانتو. ابي انتو عندنا يعني الى اللقاء قريب، تشاو، سالو، ا بلوس، بون شانس، انشانتي، اديو، بيانفينو، ا دومان. لي كولور الالوان، فير والفيمينا منه فيرت، روج، جون، نوار والفيمينا منه نوار باضافه الاو بنفس النطق، بلون، بلانش، مارون، موف، فيولي، ارجنتي، غري، بلو، orange doré rose beige clair foncé. عندنا الوان لا تجمع ولا تؤنث، اللون البرتقاني orange والبني marron وكمان الزيتي لون اسمه olive. les 7 jours de la semaine ايام الاسبوع السبعه، le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi le samedi وكمان le dimanche. les mois de l'année شهور السنه، janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre. هتقول مثلا لو جالي في ميل بيقول لي en quel mois tu es né، في اي شهر ولدت؟ هقول je suis né en avril، je suis né en mars، je suis né en mai. داكور، ممكن يجي لي يسالني عن ايام الاسبوع، quel jour
باردون اون كال جور تو فا او ليسي في اي يوم بتذهب للمدرسه جو في او ليسي لو ديمونش كومبيان دو جور دو لا سيمين اليا او اليا 7 جور كال جور دو كونجي اون ايجيبت اي يوم العطله في مصر تقول لو فوندردي اي لو جور دو كونجي اون ايجيبت لي ماتيير اسكولير المواد الدراسيه Le français, l'anglais, l'arabe, l'histoire, le dessin, la géographie, la physique, la philosophie, la chimie, la biologie, la musique, les mathématiques, les maths, les sciences, la technologie. Les jeux sportifs, le football, le basketball, le volleyball, le handball, le tennis. Le cyclisme, le kayak, le rugby, le karaté, le skat, la natation, la boxe, la lutte, l'équitation ou l'équitation, le squash. Faites attention, les sports, les rياضات masculins, كلمات مذكرة زي le football ou le basketball, jusqu'à le skat, hatta كلمه le skat, ou بعض الرياضات الفيمينه زي la natation, la boxe, la lutte, l'équitation. أما لو سكواش طبعا ماسكولا بعد كده عندنا الأرقام لي نومبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 لما نوصل ل 29 29 30 يعني 30 30 31 31 32 لما نوصل ل 39 40 40 40 41 42 لما نوصل ل 49 50 50 50 بعد كده عندنا 51 52 53 54 55 لما نوصل ل 59 لو رقم 59 ستين soixante أو soixante 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 un soixante deux لما نوصل لsoixante neuf لو رقم تسعة وستين سبعين اسمه soixante dix soixante dix لو سبعين واحد وسبعين soixante onze soixante douze soixante treize soixante quatorze soixante quinze soixante seize soixante dix-sept 78 79 80 80 يعني 24 81 82 83 لما نوصل ل 89 89 لو 89 اما 90 بنقول عليه 80 و10 90 90 اللي هو 90 91 91 92 93 94 95, 96, 97, 98, 99. رقم 100 يعني 100, 101, 101, 200 يعني 200, 300 يعني 300, وهكذا 400, 500, لما توصل لرقم 900, 900, 900, 900, أما 1000 يعني 1000, 1000. أوكي, رقم 1999 ده من الأرقام الكبيرة, 1000, 900, 99 2000 و2020 ازاي تعبر عن الساعة؟ سؤال الساعة طبعا كلنا عارفينه مرة علينا من أولى ثانوي كالور إيتيل أو كالور إلي أو إلي كالور لما تحب تعبر عن الإجابة أو تجاوب تقول الساعة واحدة تقول إلي أونور إلي أونور واحدة وخمسة إلي أونور سانك واحدة وعشرة إلي أونور ديس واحدة وربع ممكن تقول عليها إلي إلي إنور إيكار أو إلي إنور كنز إلي إنور فان واحدة وعشرين دقيقة إلي إنور فان سانك واحدة خمسة وعشرين إلي إنور ترونت واحدة وتلاتين أو واحدة ونص ممكن نقول عليها إلي إنور إدمي اتنين إلا إلي دوزور موان فان موان فان يعني إلا عشرين أو إلا تلت إلي دوزور موان لوكار إلي دوزور موان ديس إلي دوزور موان سانك بعد كده هننتقل مع بعض عند جزء جديد من الفوكابولير اللي هو
les membres de la famille أفراد الأسرة أو العائلة. Le grand-père, la grand-mère, le père, la mère. Pardon, vous pouvez aller papa ou maman. L'oncle, la tante, le frère, la sœur, le cousin, la cousine. Le neveu, la nièce. عندنا جزء مهم جدا يا جماعه اللي هو لي بروفيسيون المهن او الوظائف لي بروفيسيون اول حاجه في البروفيسيون بتاعتنا ان سيكريتير اوكي ان فيتيرينير فيتيرينير دكتور البيطري ان ليبرير ان اركيتكت ان فلوريست ان فوتوغراف ان جورناليست ان ميديسان un professeur, un ingénieur, un vendeur, un joueur. طبعاً الفيمينام من vendeur, vendeuse, une vendeuse. Un joueur, une joueuse. Un coiffeur, une coiffeuse. Un entraîneur. مهمة جداً الكلمة. Entraîneur. Entraîneur, معلم. أو pardon, مدرب. Un entraîneur ou une entraîneuse. Pardon, un moniteur, مدرب الألعاب الفردية, une monitrice, un avocat, une avocate, un pharmacien, صيدلي, une pharmacienne, un moussésien, une moussésienne, un dentiste, un dentiste, un boulanger, بنحصل على الفيمينا بإضافة حرف الE ونقول عليه une boulangère, un acteur, une actrice, un directeur, une directrice. Un pâtissier, une pâtissière, بإضافة حرف الE. Un boucher, une boucheur. Un dessinateur, une dessinatrice. Un fruitier, une fruitière. Ou un chanteur, مطرب, une chanteuse. بعد كده ننتقل مع بعض عند جزء كمان في الفوكابولير. Les parties du corps, أجزاء الجسم. Le visage, le visage. Le pied, القدم. Le bras, الزراع, le nez, le nez. كمان عندنا le ventre, البطن, l'estomac, المعدة, le doigt, le doigt, l'oreille, l'oreille, l'épaule, 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 أو épaule, الكتف, la main, la main, la jambe, الساق, la tête, la tête, la bouche, la bouche. La langue, la langue. Le dos, الظهر, le dos. Le front, le front. الجزء ده, الجبهة. Le genou, le genou. الركبة. L'œil, l'œil, l'œil. العين. Les yeux, les yeux. العيون الاثنين. Pluriel, masculin. Les dents, les dents. الأسنان. Les joues, les joues. الخدود. Lieu et activité, أماكن وأنشطة. من الأجزاء المهمة جدا إن إحنا نكون عارفين الأماكن والأكتيفيتي اللي بتمارس جوه كل مكان. تعال نشوف مع بعض أو ماجازا أو دونزا ماجازا في محل. ماجازا بنعمل إيه في الماجازا اللي هو محل ملابس؟ أشيتي دي فيتمون بنشتري لبس. أو ستاد فير دو سبور. أو كافي بواغ أن تي كافي أو كوكا. أو سينما ريغاردي أن فيلم. أو زو voir les animaux au restaurant le matin prendre un repas repas يعني وجبة au musée voir les monuments au parc faire une promenade عمل نزهة au super café super café jouer aux jeux vidéo à la gare prendre le train à la pharmacie acheter des médicaments à la bibliothèque acheter pardon, à la pharmacie acheter des médicaments, à la bibliothèque, مكتبة القراءة, lire un livre, ou emprunter un livre, نقرأ كتاب أو نستعير كتاب. كمان عندنا à la librairie, مكتبة الشراء, acheter des livres, des cahiers, des stylos et les affaires scolaires, شراء الأدوات المدرسية. À la patinoire, faire du patin à glace. À la piscine, pour nager. À la boulangerie, acheter deux pains. À l'hôpital, soigner un malade.
Le troisième partie dans notre vocabulaire, الجزء الأخير في كلماتنا المهمة جدا المفروض أي طالب في ثانوية عامة لازم يكون مذاكرها. Les mots de vêtements, كلمات الملابس. Un t-shirt, نشوف مع بعض كده الفيتمون هنلاقي تشابه كبير ما بين العرب إلى الفرنسي إلى الأنجلي. تشابه بين العرب والفرنسي في نطق كلمات اللبس. Un t-shirt, un survêtement, un blouson, un maillot de bain, un sweat à capuche. Des leggings, un gilet à carreaux, un pyjama, un jacket, un pullover, un anorak, un short, un jean, un pantalon, une chemise, une robe à pois, une veste, une jupe, des chaussures, des chaussettes. D'accord? Les accessoires, أهم الأكسسوار. Un chapeau, الطاقية. Une casquette, الكبعة. Des baskets, des bottes. Des bottes, des chaussures à talons, des sandales, des boucles d'oreilles, un bonnet, un collier, un bracelet, un foulard, des lacets, un sac, une écharpe, une bague, une ceinture, des gants, des lunettes de vue, des lunettes de vue ou quand même des lunettes du soleil. Les meubles, les appareils de la maison. أهم الأثاث وأجزاء المنزل. أول حاجة عندنا سافا أن لي أن لي أن بوغو أن كنابي أن ريدو أن ريفي أن تابي أن تابلو أن كوسا أن تابل دو شيفي التسريحة أن أورديناتور أن أسبيراتور أسبيراتور أن بالي أن رونج سي دي أن بلاكار أن لامبودير un fauteuil, le fer à repasser, une table, une horloge, une lampe, une étagère, une armoire, une chaise, une chaîne, une corbeille à papier. Wahiron, les pièces de la maison, le salon, le couloir, une pièce, un séjour, un garage, les toilettes, un ascenseur, un jardin, une cuisine, une entrée, une terrasse, une chambre à coucher, une salle de bain, une salle à manger, des escaliers. في الجزء ده يا جماعة قدمت لكم أهم الفوكابلير الخاص مراجعتها من بريمير لدوزيام اني سيكوندير. ده كده الجزء الخاص بالكلمات المهمة جدا اللي أي طالب في تالتة ثانوي دارس اللغة الفرنسية أو مختار مادة اللغة الفرنسية لازم يكون على دراية بجزء الكلمات دي. الكلمات دي المفروض إن احنا نذاكرها بابييه وستيلون بالورقة والقلم معرفتها بشكل كبير نطقا وكتابة لأن هي الأساس في فهم جمل وأسئلة اللغة الفرنسية. إن شاء الله على موعد جديد بفيديو جديد المرة الجاية استنوني مع الجرامير هنبدأ مع بعض سلسلة من محاضرات مراجعة قواعد اللغة الفرنسية الأولى والثانية ثانوي اللي هي مكملة معانا وأساسية جدا معانا لتالتة ثانوي كنت معاكم يسيو محمد الجواري ميرسي أوروفوار